الحرابة سواء كانت في ورشفانة ولا في طرابلس ولا في مصراتة ولا في الزنتان ولا في أي مكان في دجور ولا في غيرها، حكم واحد نعم يجب إذا كان هناك ولي أمر يقوم بها، فيجب أن يقوم فيها بحد الله القائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا لم يكن هناك ولي أمر يستطيع أن يقوم بهذا وهو عاجز، فهو لا يستحق ولاية الأمر، ويجب على أهل الحل والعقد في المنطقة اللي فيها الحرابة أن يكونوا قوة يضرب بها على أيدي المجرمين بغير هوادة، لا يراعون فيهم إلا ولا ذمة، لأن الله أمر بقتلهم. والذي ضر ليبيا هي المصالحات المزعومة المتوهمة، فالذين يقومون بهذه المصالحات كأنهم يقولون إنهم أرحم من الله بعباده، فما ضر ليبيا إلا مصالحات كاذبة غير مؤسسة. المصالحة التي يطلبها الله هي القائمة على العدل، والمصالحة القائمة على العدل اللي يكون فيها القصاص من المجرم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، ثم يقول: فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا. لم يقل أصلحوا بينهما هكذا أي كلام، مشي أمورك بحيث تمكن المجرم أن يستمر في إجرامه ويقتل الآمنين، بل أصلحوا بالعدل. وكل من قام بالمصالحات ما جعل المصالحات في ليبيا فاشلة إلا أنها لا تقوم على العدل، تقوم على المجاملات وعلى التستر على المجرمين وعلى حماية الناس بالقبلية وبالعصبية. يعني مصالحة أبي جهل وليست مصالحة الإسلام والدين. فعلى أهل الحل والعقد في كل منطقة أن يكونوا قوة ويضربوا بقوة، يجب أن يقاتلوا هؤلاء المجرمين وينهوهم ويقطعوا دابرهم، ومن مات في قتالهم يموت شهيدا وهم يموتون مجرمين. فهذا الواجب على كل الناس سواء كان في منطقة دور شفانة ولا في مصراتة ولا في الزنتان ولا في أنحاء ليبيا كلها.